والآن جاء موعد أخبار المال والأعمال. وآية الكافوري، أهلا بك يا شكرا سحر. شكرا ياسر. والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي انطلاق جهود صندوق التنمية المحلية لبدء تنفيذ خطته للعام المالي الجديد 2022-2023. وأضاف شعراوي أن الصندوق وافق على أولى اجتماعاته على تمويل 209 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في 13 محافظة بتمويل يبلغ 2,400,000 جنيه. ولفت الوزير إلى أن صندوق التنمية المحلية يدعم جهود تعزيز قدرة المرأة وتمكينها اقتصاديا في كل محافظة مصر، خاصة المعيلة بالريف المصري. استقرت أسعار الذهب عالميا عند أعلى مستوياتها في شهر في وقت عزز فيه تراجع عوائد سندات الخزانة وتزايد المخاوف بشأن ركود قيمة المعدن النفيس. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1790 دولارا للأوقية. أما على المستوى المحلي فقد سجل عيار 18 نحو 913 جنيها، ولمس عيار 21 سعر وصل اليوم إلى 1065 جنيها، في حين سجل عيار 24 1217 جنيها. وأخيرا نصل معكم إلى الجنيه الذهب الذي وصل سعره اليوم إلى 8520 جنيها. من أسواق الذهب إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف لتصعد من أدنى مستوياتها منذ فبراير الماضي. وزادت العقود الأجلة لخام برنت 39 سنتا أو ما يعادل 0.4%، ووصل السعر اليوم إلى 94 دولارا 51 سنتا للبرميل. أيضا ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3%، ووصل السعر اليوم إلى 88 دولارا 81 سنتا للبرميل. في المقابل انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.35%، ووصل السعر اليوم إلى 3.29 دولارات لكل لتر. عادت أيضا ارتفعت مرة أخرى للغاز الطبيعي، وارتفعت بنسبة 0.11%، ووصل السعر اليوم إلى 8.13 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. طرح أرباب العمل في الولايات المتحدة عددا من فرص العمل أكبر بكثير مما كان متوقعا في يوليو، حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى يعادل مستويات ما قبل جائحة كورونا عند 3.5%. وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقرير التوظيف إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية قد ارتفعت بواقع 528 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يونيو بزيادة لتظهر إضافة 398 ألف وظيفة بدلا من 372 ألف. فتحت وول ستريت على انخفاض إذ عززت بيانات قوية للوظائف في يوليو من مخاوف مواصلة المركزي الأمريكي لمسار الرفع الحاد لأسعار الفائدة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 132.92% نقطة أو 41% عند الفتح. وبدأ المؤشر ستاندرد أند بورز التعاملات على انخفاض قدره 36.7% نقطة أو 87%، بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 181.78% نقطة أو 41%. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الاقتصادية.